هذا وقام معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية بإثر الاجتماع بتسليم السلطة التشريعية ممثلة في سعادة السيد عبد الرحمن بوعالي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بيانات ومعلومات مفصلة تقع في 200 ملف وأكثر من 2500 صفحة حول مشروع القانون، والذي أقره مجلس الوزراء وحاله إلى مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 12 من الشهر الجاري. وقد صرح سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية بأن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استنادا إليه، ممثلا في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2015-2018 وجداول تفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات العامة النفطية وغير النفطية والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية السنتان الماليتان 2017-2018 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين وإيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة لذات السنتين. كما تشمل قائمة البيانات المسلمة بيان الوضع المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يتضمن عرضا متكاملا للمؤشرات والإحصائيات التي توفر في مجموعها تصورا عاما للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الراهن، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم تعكسه من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وذلك طبقا لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته.